ونيابة عن الأسرة التربوية ألقى رئيس الاتحادية الوطنية لرابطة آباء تلاميذ وطلاب كلمة أوضح فيها أن العام الأول من عمر المدرسة الجمهورية الذي كان بمثابة التمرين مكن الأسرة التربوية الكبيرة من تشخيص النواقص وتحديد نقاط الضعف التي يلزم التغلب عليها. وطالب بدمج آباء التلاميذ في شبكة نظام المتابعة والتقييم بالوزارة المسمى سراج، الذي يمكن من ربط المؤسسات التعليمية وطواقمها بالوزارة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم، صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، صاحب المعالي الوزير الأول، السيد رئيس البرلمان، السيد رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة السفراء، السادة رؤساء الأحزاب السياسية، السيد الوالي، السيدة رئيسة جهة نواكشوط، السيد الحاكم، السيد العمدة، أيها الجمع الكريم، فخامة رئيس الجمهورية مرة أخرى تشرفونا يا صاحب الفخامة بإشرافكم الشخص رغم المشاغل الجمة على هذه التظاهرة الوطنية المؤذنة لانطلاق العام الدراسي 2023-2024. فخامة رئيس الجمهورية، أقول العام الدراسي الثاني من عمر المدرسة الجمهورية التي طال انتظارها لتشكل قطيعة مع واقع لم يعد فيه التعليم في أحسن حال، وتخلت المدرسة للأسف عن دورها في تعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الأواصر والوشائش بين كل أطفال موريتانيا. صاحب الفخامة، عام من عمر المدرسة الجمهورية كان بمثابة التمرين أو الترويض، حيث مكن الأسرة التربوية الكبيرة من تشخيص نقاط القوة للاستفادة منها وتحديد نقاط الضعف التي يلزم التغلب عليها لسير المدرسة الجمهورية كما أردتم لها. فخامة رئيس الجمهورية، عام تمكن فيه كل أبناء موريتانيا بغض النظر عن أي اعتبار كان من الجلوس على طاولة واحدة تحت سقف واحد، يتبادلون مشاعر الطفولة البريئة الحالمة، يتعلمون أن وطنهم واحد وأن مصيرهم واحد، وأن يدركون مع الوقت أن مستقبلهم بأيديهم، هم من يخطط له وليس غيرهم. فخامة رئيس الجمهورية، إننا في الاتحادية الوطنية لرابطات آباء التلاميذ والطلاب لتغمرنا الفرح ونحن نواكب هذا المشروع التاريخي الذي سيتعزز لا محالة بما تم إنشاؤه هذه السنة من مؤسسات تربوية، وبما تم اكتتابه من أساتذة ومعلمين في ظروف طبعها تخصيص صندوق لدعم الكتاب المدرسي، وأكدتم فيه على ضرورة ولوج جميع الأطفال إلى مدارس الامتياز. هذه المدارس التي نتطلع إلى مراجعتها أولاً، وبجعل كل مدارس الجمهورية مدارساً لامتياز، وحينها نخطط في مرحلة ثانية لامتياز من نوع آخر، امتياز يخصص إعداديات وثانويات للمتفوقين العباقرة من بين أبنائنا، وذلك طبعاً مع مقررات تربوية وبرامج خاصة. صاحب الفخامة، في مجال التطوير وتحديث التعليم نثمن عاليا نظام المتابعة والتقييم بالوزارة المسمى سراج، والذي تمكن من ربط المؤسسات التعليمية وطواقمها بالوزارة، فصار من المتاح متابعة الحضور والغياب وسير الدروس ومدى توفر الكتاب المدرسي. وبهذه المناسبة نطالب بدمج مكاتب آباء التلاميذ بهذه الشبكة من خلال منح كل واحد منهم رقما للدخول، وهو ما سيتضمن المزيد من إشراك في العملية التربوية، ويطمئنهم على موثوقية المعلومات التي يقدمها هذا النظام من خلال مقارنتها بما يشاهدونه يوميا على الميدان. صاحب الفخامة، وسيساعد رفع المستوى الثقافي لآباء التلاميذ بإقامة برامج لمحو الأمية عن الأميين منهم، وبتكوين وتحسين المتمدرسين من بينهم، والمزيد من إشراكهم في الشأن التربوي تخطيطا وتنفيذا ومتابعة وتقويما، في السير بالعملية التربوية نحو آفاق أرحب. فخامة رئيس الجمهورية،
إننا في الاتحادية الوطنية لرابطات آباء التلاميذ والطلاب لندرك أهمية المدرسة الجمهورية ومنخرطون في إنجاحها، وسنمضي إن شاء الله تعالى في الطريق بالتعاون والشراكة مع القطاع الوصي. وبهذه المناسبة نثمن عاليا ما لمسناه ونلمسه من جدية وتفان في هذا القطاع من الوزير والأمين العام وحتى نهاية السلم الإداري، ومن ذلك حرصهم على التشاور عن مختلف شركاء القطاع من روابط آباء التلاميذ والنقابات ومنظمات المجتمع المدني. ولا نمل من المطالبة بتمكين هذا القطاع من المزيد من الموارد حتى يتمكن من تنويع وتطوير الدعامات التربوية ويواصل التحسين مع التكوين القاعدي والمستمر للمدرسين ولتحفيزهم بشكل يجعلهم يتشبثون بالمهنة ولا يبغون عنها بدلا. أشكركم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله.